كما يترقب العراقيون نتيجة الانتخابات الأمريكية. ويرى العديد منهم أن شخصية الرئيس الأمريكي القادم ستحدد مآل العديد من قضايا منطقة الشرق الأوسط. احنا كمواطنين عراقيين نتابع هالانتخابات بقوة، ونكون حذرين من يفوز، ونكون مترددين دائما وخائفين انه اذا اجت هاي هارتس راح تمشي على نفس الطريقة مع الرئيس الأمريكي الحالي، لأن هي تكملت نهج إله، وإذا اجى ترامب فترامب رجل يعني ما عنده مصداقية في كلامه في أغلب الأحيان، احتمال يتصرف تصرف متهور يقود العالم إلى حرب أقوى من هذه. ترامب أنا أعتقد يعني حسب سياسة ترامب أو حسب الفترة اللي مر بها أنه ممكن يعمل على إيقاف عجلة الحروب بدون تنازل أمريكي. صحيح أن الأمريكان لن يتنازلوا ولن يتخلوا عن إسرائيل، ولكن ستقف بعض الحروب أو تقف حروب المنطقة، وممكن أن يؤدي إلى تعامل مع الشرق الأوسط أهدأ من هذا.